علي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، مساك الله بالخير. وعلي مساك الله بالخير عبد الله، هلا فيك. وعلي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، قواك الله. وعلي الله يحفظك، احنا اكثر بعد قلبي. الله يسلمك. وعلي اليوم الناس تتساءل مجلس الأمة هل يقوم في دور نائب، هل يمتلك حصانة يقدر يقدم أسئلة؟ هذا من عارف احنا في تساؤلات كثيرة. بالتأكيد مجلس الأمة قائم، حصانة قائمة، واعتقد على كل النواب بدءا من الرئيس ومرورا بكل النواب القيام بأعمالهم البرلمانية حتى يصدر مرسوم الحل الذي يجب أن تسبقه بعض الإجراءات، مثل ما تفضل سمو ولي العهد في خطابه. فمن الآن إلى أن يصدر مرسوم الحل والإجراءات التي يجب أن تتخذ قبل مرسوم الحل من تشكيل حكومة جديدة ترفع مشروع مرسوم الحل وما إلى ذلك، واجب على الجميع أن يقوم بدوره وبمسؤولياته إلى آخر ثانية. صحيح. فكل الأمور قائمة ومستمرة، وأيضا اللجان عملها مستمر، وفي لجان قاعد تجتمع وترفع تقارير، والأمر يجب أن يكون طبيعي. الحل هو حق دستوري أصيل لسمو الأمير، وليست أول ولا آخر مرة سيمارس فيها هذا الحق متى ما رآه مناسبا وفي الصالح العام. صحيح. فالأمور طيبة يعني.